السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. شفنا في اللقاء الفات كيف احنا جهزنا الجان ماشين تبعتنا، بحيث ان انا حطيت جان ماشين، حطيت عليها كاميرا وحطيت عليها نقطة خروج الجزء الخلفي من الرصاصة ونقطة خروج الجزء الامامي من الرصاصة. الان راح اعمل شغلة اللي هو برضو راح اعمل بريفاب الجان هذا كله بكل اللي عليه، راح اعمل منه بريفاب. فراح اجيبه هنا جان ماشين واجي اقول له نعم اعمل لي كريت بريفاب، واعيد او اجي اعمل له تسمية اف رقم 2 اف 2 اسف، واعمل له بريفاب اسميه. الان صار في عندي بريفاب كلاشن في كاميرا وفي نقطتين لتحديد مكان خروج الطلقة تبعتي. راح اجي اعمل شغلة تانية، البلاير تبعي راح يبقى الكلاشن تبعي، الكلاشن مزيوح عندي. طيب خليني اجي على الجان ماشين وأزيح، ليش مزيوح؟ طيب الكلاشن عندي يعني تقريبا بده يطلع، تأكد دائما الفرونت هذه أحسن 2D. يلا أوكي، راح أمسك الجان ماشين تبعتي وكلها راح تبقى تابعة لمين؟ للبلاير. الآن أي بلاير كله لو فتحته راح ألاقي إنه في جان ماشين. الجان ماشين أنا لو فتحتها هي في عندي الجان ماشين، هاي الكاميرا، هاي فرونت بوليت، وهاي باك. هذول يبدو انه من الاول موجودين، بدنا اياهم انا. هاي الشغل تبعي. اذا صار في عندي الان البريفاب اللي انا عملته للولد تبعي اتغير، كان البريفاب لولد، الان البريفاب تبعي لولد جواه كاميرا. راح امسك واعدل عليه، راح امسك البريفاب اللي عندي هذا واحطه فوق البريفاب هذا. الان اتعدل زي ما احنا شايفين في الصورة، صار الولد في معه جواه الكلاشن تبعه. يعني في عندي بريفاب واحد في جواه نسخة بريفاب، في جواه كاميرا، في جواه اسف في جواه كلاشن كبريفاب. فلو انا جيت مسكت الولد هن حطيته راح يجي الولد جاهز معه ايه، معه كلاشن تبعه. خلينا نعمل ديليت واعمل ديليت هاي الولد تبعي. الان بعد ما عملت بريفاب للبلاير تبعي وصار في عندي بلاير في بريفاب وفي جواه جن، راح اروح اغير على السكريبت. الان بدي اخش على موضوع الكود علشان اقدر اتحكم في الكلاشن تبعه وفي الرصاصة وكذا. لازم اربطهم مع بعض، اربط الكود مع المجسمات او مع البريفاب اللي عندي. عشان اعمل الكلام هذا راح اعرف جلوبال فيريبل، هذا الكود اللي احنا شفناه قبل هيك. راح اجي هنا اعرف جلوبال او بابليك فيريبل، راح اجي هنا اختار متغير بابليك اعمله ترانسفورم وراح اسميه مثلا انا ايش المتغيرات اللي بدي اتعامل معها بالاساس. الجان تبعي هاي جان يفضل يبقى بالسمول اول شيء، جان ماشين هاي المتغير الاولاني. نفس الكلام راح انسخ الكلام هذا واحط متغير ثاني اللي هو الرصاصة تبعتي، بوليت خلينا نسميها بوليت فرونت، وكمان متغير ثالث اسميه بوليت باك الجزء الخلفي من الرصاصة. هاي ثلاث متغيرات. ايش بدي كمان؟ بدي اجيب الكاميرا، بدي امسك الكاميرا اقدر اتحكم انو كاميرا اتحكم فيها. هات اجيب كمان بابليك في عندي هنا كاميرا واسميها ايش، ولا ترانسفورم، خليها ترانسفورم ترانسفورم نسميها مين، او خلينا نسميها بلاير كاميرا بلاير بلاير البلاير الكاميرا بتصور البلاير، وكمان واحدة ثالثة اللي هي كاميرا جن الكاميرا بتصور البارود تبعتي. هدول المتغيرات اللي عملتهم 1 2 3 4 5، دول 5 متغيرات لان عاملهم بابليك. لو حفظت الشغل تبعي
اي كنترول اس، حفظت الشغل تبعي وجيت على الكود تبعي وعلمت على الولد اي مكان في الكود تبعي، راح انزل راح الاقي المتغيرات انحطت هنا، وكل متغير مش ماخذ قيمة، اقول لك نان ملوش قيمة. هاي المتغيرات تبعتي، هاي الجسم تبعي، هاي الكلاس تبعتي اللي انا عرفتها توا، لو فتحتها راح الاقي المتغيرات 1 2 3 4 5 هم نفسهم الخمس متغيرات البابليك. وين في بابليك وين في متغير بابليك راح اجي الاقيه عندي موجود في الكود في الواجهة التصميم تبعي، لما اعلم على اي شخصية تبعتي راح الاقيهم. الان اللي انا عايز اعمله ان انا راح اربط المجسمات هذه تبعي بالكود، راح اربط المجسمات بالكود. يعني الان انا بدي الجن، راح امسك هنا وين الجن ماشين، الجن ماشين على الجن ماشين. اذا صار المتغير اللي اسمه جان ماشين اللي موجود عندي هنا هو نفسه او بيشير للجان ماشين اللي بتعامل معه هنا. فلما احكي جان ماشين في الكود يعني انا بقصد المتغير هذا اللي هو البارودة تبعتي، اللي هو البارودة تبعتي هذه. طيب هتعمل كلام على الباقي. البوليت فرونت هنا في الجان ماشين انا هعمل له فرونت بوليت، هاي فرونت بوليت فرونت راح احطها هنا، الباك بوليت بوزيشن، الباك بوليت باك، ايش في عندي؟ طيب الكاميرات اللي عندي كاميرا جن على الكاميرا جن، والمين كاميرا، المين كاميرا راح احطها وين؟ على البلاير كاميرا، كاميرا بلاير. الان هدول المتغيرات انا ممكن اتعامل معهم من الكود، هدول المتغيرات ممكن اتعامل معهم من الكود. راح اشوف في اللقاء الجاي ان شاء الله كيف راح اقدر اقلب او احول او انتقل من كاميرا لكاميرا باستخدام الكود. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.